بصوا يا جماعه، احنا امام البوكس الشهير جدا بتاع توت عنخ ايمن في المتحف المصري، وده المنظر من المناظر اللي انا اعتمدت عليها في نظريتي في 1 اكتوبر 2022 عشان اثبت لكم ان توت عنخ ايمن كان بالفعل مقاتلا. بصوا عليه وهو على العجله الحربيه وبيقاتل الاسيويين قدامه وبيهزمهم. بصوا على انه لابس تاج الخبرش وهو تاج الحرب والنزال العسكري، التاج الازرق، الخوذه الزرقاء. وشوفوا لابس ايه، لان اللي هو لابسه ده انا شبهته بواقي موجود في المتحف الكبير، بيتم الان ترميمه ايزانا بعرضه في المتحف الكبير، ان ده واقي كان بيرتديه الملك، والواقي ده لقوا من هو مستعمل، يعني هو استعمله في لبسه. نرجع بقى وراه هنلاقي الفيالق المصرية العظيمة، هنا بقى فيلق المركبات، ها دول العجلات الحربية، تمام. عايزكم تبصوا تحت الحصنة هتلاقوا انواع من الزهور. هذه الزهور عندما سألت الدكتورة ريم قلت لها الزهور دي اخبارها ايه وايه اخبار الزراعات ديات، قالت لي ده خليط ما بين نباتات العنبر، وفي اللقطة التانية لقينا نخل دوم، نخل الدوم. فانا قلت احنا ممكن نستفيد كويس جدا من ان نشوف النباتات ديت كانت موجودة فين في العالم، هل في مصر، هل في افريقيا، هل في اسيا، هل في حتت، ونعرف المعركة دي كانت فين عن طريق النباتات اللي كانت مزروعة في الارض او انها طالعة طبيعي في الارض.